بتشوف استعدادات القوات المسلحة في ولاية الجزيرة من حنتوب وانت ماشي لحد بورسودان اه نقاط الارتكاز بتاعت القوات المسلحة وانتشاره ونوع احساس الامان اللي عند الناس الان رغم الشي الحاصل وساعة الانتصار اللي قربت اه ده شعور عام يعني ولو مسكت اتحركت من الخرطوم ماشي بورسودان آه نوعية الارتكازات تحت الدعم السريع في شهر الستين تحديدا آه كان عنده زمان ارتكازات كبيرة تأتشيرات وصرصر ودبابات وغيره مشاهد اختفت تماما بقت عبارة عن لساتك وأربعة خمسة أفراد من الدعم السريع شفع و يعني هو لقطوه من من مرتزقه افريقيا وكل المرتزقه في العالم يعني ويكونوا قاعدين اللي هو بيشيلوا بي اتاوات من مثلا بتاع المواصلات والحفلات وكده والشاحنات وال يعني دي بس شغلتهم يعني وبقيتوا تشوفوا برضو ال أوامر التحرك اللي بيدوها للتجار وال حتى في الجزيرة يعني اذا الدعم السريع القائد ما وافق لك فبيصادروا العربية والشحنة وانت ذاتك. وده حاجه بقت مكتوبه كده يعني ده كيكل واعوانه لعن الله كيكل واعوانه بتحسب بتحس بالفرق من تجي داخل او تقطع من جهه الحاج يوسف وانتشار قوات القوات المسلحه والاستخبارات ونقاط التفتيش وبتشوف الجيش بتاع حطاب واستعداده عندنا جيش حسي موجود في حطاب جاهز اسود وسلاح وعتاد وحاجه مشرفه يعني يبقى السؤال اتحركوا بتين ده موضوع ثاني